هذا الصحوة يعني تعبير يشمل عدة أشياء. الصحوة أنا في تصوري يمكن لا تصدق أن يعني أن يمكن أنا أول من استخدم هذا التعبير أو من أوائل من استخدم هذا التعبير في نهاية السبعينات في بعض البيانات الرسمية التي كنت أعدها بحكم موقعي الرسمي، ولم تكن حتى في ذلك الوقت هذا التعبير لم يكن هذا التعبير شائعا. الصحوة هي إعادة اكتشاف المسلمين لتراثهم لهويتهم. مر حين من الدهر على المسلمين، كانوا مستعمرين، كانوا مستضعفين، كانوا مستذلين، ولم يكونوا يعرفوا شيئا عن دينهم عن تراثهم. الآن عبر العالم الإسلامي بدأ هناك شعور بالفخر أن أنا مسلم، لا يوجد لدي ما أخجل منه، أن لدي تراث، أن لدي انتماء.